هنبدأ زي ما إيمان بتقول خدماتنا اليومية مع حضراتكم بتطورات حالة الجو النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معنا على التليفون دلوقتي الأستاذة منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير أستاذ باسم، وأهلا بحضراتكم وأهلا بكده المشاهدين. الحقيقة في انخفاض بسيط كده في درجات الحرارة خلال الأيام دي، إحنا محتاجين نعرف ده مستمر ولا هنشهد موجة حارة أخرى خلال الأيام القادمة؟ لا، هو إحنا الأيام دي والفترة اللي إحنا موجودين فيها والنهاردة بيستمر ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل الطبيعي لها بحوالي من درجتين لثلاث درجات. هي ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتجاوز 90% على السواحل الشمالية و 80% على القاهرة والوجه البحري هو اللي مخلينا نحس شوية بدرجات حرارة أعلى كمان. احنا بنقول لو درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 38 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة بتبقى أعلى من الدرجات اللي احنا بنقولها دي بحوالي من 2 ل 4 درجات. يعني متوقع اليوم يكون العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية، على السواحل الشمالية للبلاد 33 درجة مئوية، على شمال الصعيد 40 درجة مئوية، على جنوب الصعيد هتوصل ل 43 درجة مئوية. زي ما ذكرت ان نسب الرطوبة عالية، الإحساس بدرجات الحرارة هيبقى أعلى من القيم اللي احنا بنقولها دي. كمان التعرض المباشر لأشعة الشمس والانتظار في الشمس لفترات أطول ده هيزود الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. تمام. طيب أستاذة منار، الأسبوع اللي فات كانت التوقعات إن هو على نص أغسطس تقريبا، النهارده 14 أغسطس، فإن على نص أغسطس هيبتدي الجو يتحسن ويرجع للمعدلات الطبيعية الخاصة بالفترة دي من السنة. هل التوقعات زي ما هي ولا في تغيير؟ لا، هو احنا لسه درجات الحراره خلال يعني النهارده وبكره لحد يوم الثلاث درجات الحراره بتبقى اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي زي ما قلت من درجتين لثلاث درجات. مع يوم الثلاث القادم باذن الله هتبدا تدريجيا درجات الحراره تعود للمعدل الطبيعي اللي هو هيبقى ما بين ال 36 واحنا نسبه 34، بس احنا لسه اعلى من المعدل الطبيعي. طيب كالعادة احنا بنسأل دايما على الأماكن الساحلية خصوصا في فترة الصيف، فترة أجازات وكل الناس بتتوجه للمدن الساحلية، ايه الأخبار في المناطق دي خصوصا ان الرطوبة فيها بتكون عالية؟ بالفعل احنا الرطوبة على الأماكن الساحلية بتتجاوز 90% وساعات بتوصل كمان ل 95%، وده اللي بيزود دايما الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار. لكن خلال ساعات الليل الاماكن الساحليه خصوصا المطله على البحر المتوسط وكمان البحر الاحمر بيبقى فيه نشاط للرياح، نشاط الرياح خلال ساعات المساء وساعات الليل بيقلل درجات الرطوبه او نسب الرطوبه، فكمان بيقلل درجات الحراره، فبنحس بنسمه هواء خلال ساعات الليل خصوصا على الاماكن الساحليه. طيب. درجات حرارتها بتبقى في المعدل الطبيعي ما بين ال 32 وال 33 في الاماكن الساحليه، درجات الحراره في المعدل لكن نسب الرطوبه هي اللي بتزود الاحساس. كمان بالاضافه الى في شبوره مائيه بتظهر في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره على الطرق المؤديه من والى السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات القاهره والوجه البحري، ده ممكن يؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق دي. لكن هي الشبوره المائيه زي ما بنقول دايما شبوره الصيف شبوره مائيه خفيفه هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس على الساعه 7 الصبح كتير باذن الله ومش هتاثر على حركه المطر ان شاء الله. طيب لو رحنا لوجه ابلي ومحافظات الصعيد، ايه الظواهر الجويه المتوقعه هناك استاذه منار؟ هي الظواهر الجويه المتوقعه هناك بالاضافه طبعا الى درجات الحراره المرتفعه، لكن هناك الاماكن اللي بتبقى في الشمال وجنوب الصعيد الاماكن دي نسب الرطوبه فيها ما بتبقاش عاليه، يعني احنا بنقول على شمال الصعيد بتبقى 60%، على جنوب الصعيد بتبقى 40%، لكن درجات الحراره طبعا هي اللي فيها بتبقى عاليه. فيها نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيبقى على شمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح ده هيخلي الاجواء خلال ساعات المساء معتدله. طيب احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية على كل هذه التفاصيل. شكرا لحضرتك أستاذة منار. ودلوقتي مشاهدينا هنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات مصر. نبدأ بالقاهرة الصغرى 27 والعظمى 38، الإسكندرية 27-33، مطروح 25-31، بورسعيد 27-33، العريش 25-34، وبعدين شرم الشيخ 29-41، الغردقة 28-41، المنيا 25-39،
أسوان 28 44 وفي حلايب 29 الصغرى والعظمى 37.